أكدت تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب أن مصر تبني جمهوريتها الجديدة من خلال الاهتمام بالتعليم والفن وكذلك الإنتاج والتصدير. جاء ذلك خلال لقاء وفد من التنسيقية مع رموز الجالية المصرية وأبناء الجيلين الثاني والثالث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد وفد التنسيقية أنه برغم الوضع الإقليمي الملتهب إلا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بكل مجالات التنمية. أضاف وفد التنسيقية أن مساحة مصر المأهولة تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا أيضا إلى مبادرات حياة كريمة وتحالف الوطني وحزم الحماية الاجتماعية.